لماذا لم تقدمي شخصية الفنانة زبيدة ثروت مع أنك صرحت أكثر من مرة عن رغبتك في تأديتها؟ هو بصي، من أعز الفنانات عليا، وأنا بحب شكلها قوي، بحب جمالها قوي، وبشوف بس في نفس الوقت بشوف أنه كل الفنانين القدام يعني لما بتيجي تعملي سيرة ذاتية ليهم، في ناس كتير قوي ما بتتقبلش، زي بياخدوها مش ان انت دي مهنتك، يعني ان انت داخلة بتعملي دورها وبتقدمي قصة حياتها، لا، بياخدوا ان انت بتقارني نفسك بيها. فانا ما بحبش التعليق ده، وما حبش انه يتوجه لي، وما حبش ان هم ينتقدوا العمل وما يشوفوش المجهود اللي اتبذل فيه. وده حصل كتير قبل كده، وكان بيصعب عليا النجمة اللي بذلت مجهود وقربت جدا من الشخصية وحاولت تقدم سيرة ذاتية وتعبت جدا بالشكل ده، وانتوا في الاخر في ناس كتير قوي لا، يعني هي ايه اللي هي ما بتقولش ان هي فلانة. فما حبيتش ان انا اتحط في الموقف ده، مع ان يعز عليا جدا جدا ان انسانة انا بحبها وبنبهر بيها طول عمري بالشكل ده تبقى قالت هي ده نفسها. انا احب ان مي تعمل سيرتي الذاتية وانا ما اقدرش اقدم ده، بس انا عارفة ان هي هتلتمس لي العذر، لان انا عارفة ان هي اكيد بتشوف رد فعل الناس لما حد بيعمل كده. يعني فكرة السيرة الذاتية او تقدمي هذا النوع من الاعمال مرفوض بالنسبة لإليك؟ قرار ومتخدي. ممكن تغيري رأيك في هذا الموضوع؟ الله اعلم. معرفش، بس يعني انا حاسه انه قرار صعب قوي ان انا ممكن بسهوله اوافق عليه، لانه مش سهل وبيحصل فيه مفيش تقدير قد، يعني بيبقى فيه تقدير بنسبه بسيطه قوي وهجوم بنسبه اكبر، ومن غير ما يبقى الممثل ليه ذنب، وبعد ما يبقى بذل مجهود كبير قوي وفعلا قرب من الشخصيه. يعني انت شفتي كل الناس او كل الفنانات اللي قدموا هذا النوع من الاعمال تعرضوا للنقد؟ بمشمل الاعمال. كنت بتضايق، لان بجد تعبوا وبجد قربوا من الشخصيه وبجد عملوا اللي عليهم وزياده،